مرشا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه الكراهب اللي كيما الإنجليزية هذه تاتا يعني من الهند، هذه واتتني فرصة يعني باش هذه نتاع خونا إدريس واتتني فرصة باش نصورها نعطيكم عليها بسطة. هي من يعني تربو تقريبا للإنجكتور دلفي، الإنجكتور دلفي صغير جويد هذاك تربو بالديبيماتر موتور كوموراي شان بلاستيك 2.2 في تي تي دي سي كور وي نقول هاي 2.2 فيها الأغلبية يعني لديها فيه هنا ميسيون يعني موتور ظاهر فيه قوي يعني مش حاجة. تو هو خونا ادريس باش يحكي لنا هو مثلا خرجها من الدار عندها ماشي 3000 تو تقريبا ادريسه 3500 بالضبط. وقت اللي خذيتها شنو اللي لاحظت فيها قبل ما باراليزم تجبد على اليمين تجبد على اليمين ورجعت لهم ما لقيتش فرصه باش يصلحوها لك. قاعد يجي شهر وانا ماشي جاي وبعد اللي عملت باراليزم من برا ولا باس وعلاش جديده من الدار شنو قال لك اللي صلح باراليزم؟ والله قال لك يصير فيهم جاب لك عبيت هكا عبيت فيهم اللي فوق تجبد على اليمين هذا هو اللي حاط فيها كهو كهو. وشنو حالتها في الكياس شدت في تجري تجري خفيفه اما خفيفه لازم ترزنها شويه خفيفه هي خفيفه في البوا لا ما يمدلي اما يعني ساب الباهي ثنية كونفور باهي كونفور مش برشا مش مش برشا يعني هذا ما هذا ما ادري حاطهم انت على الرزن ها؟ حاط سكان الرمل يعني وجابوا فايده هذوما جابوا فايده اي اربعه اي انا اخذت صوص قداش فيهم كيلو طيب تقريبا يمكن 50 كيلو اقل شويه 40 اي يعني عاملها مرزنها هنا بشكاير مش على الحيط مش معش بومبي برشا ترى باش ينقص منها هذاك باش ينقص البومبي اي تكون ممدح هذه عاشق ستات اكسينون فيها بي اس سليب كات بورت هي توا اربع بيبان ما هو واسعه باهي مش خايبه واسعه في الوسعه واسعه باهي مش خايبه في الوسعه تبيت الكتريك تبيت الكتريك فرمتير سنترال طبعا اسيستي كليماتيزي كليماتيزي ايوا من داخل ما هي فيها تابلو مش خايب راديو تكتيل راديو تكتيل 5 فيتيس دوبل بون تبدل او بالبوتون فلس على تو نرجع لك غادي ملاحظه سنتين ارباك دوبل ارباك دوبل ارباك يمين يسار يمين يسار نبي اس فيها دوبل بون تبدل بالبوتون هذه هذه هنا دوبل بون الكترونيك هي 4 فوكات 4 فوكات اي قداش ثم هذه؟ هذه 49 و200 كونتون كونتون اي تي تي سي صح خد منا مسافة جديدة ماشية 3000 كيلومتر 3500 كيلومتر مختار ريت فيها هذاك الكات اي كات ال اي كات ال ساعات تخدم وحدها اي ساعات تنص وحدها ايوه هكا اوتوماتيك تو ال كات برزين ولا بالخفيف بالخفيف اي كات برزين ولا بالخفيف تو نفهم مثلا ولا كلهم هكاك هذا الموتور يخدم الزيت نتاع الديريكسيون مبلع للبومب معبي رجعت لهم نقصوا منهم نقصوا منهم ثمانية هي وزيت الغراك زيت الغراك تاعو معبي لل اي ولا نقصوا منهم او كثر خيرهم ما ربعت ولا شيء حتى شويه هذا سبيكلاس هذا مار ريتير هذه الدبوزه عاملين دبوزه وعاملين ريتير طبعا لا
حفان فيها كي حفان بالليلة وكشاعة عندها في حفان بالليلة الهند يعملوا كده شبوه هي؟ ست شبوه دو لتر دو لتر دي هذا لتر دي دو لتر ديكور هي تتأ